هذا بإرميلي بعد ما صرح وقال على جبل الأحمر معناتها فما ممثلين كبار لكن العمل صغير. بعد ما هذا بإرميلي ما شاف ولا سمع تصريحك جاوبك نشوفوا ستاتيو مع بعضنا، قال عيب ممثل قدير كي محمد سياري تعمر فيسع من منشط حسب تعبيره قال وسع بالك يا كبير ما نحبش نشوفك حاقد ومعقد من واحد في مقام ولدك. شنو تعليقك؟ أول حاجة الكلام نتاعي كان غضب أنه هو معناتها يحب قال معناتها يوقف المسلسل نتاع فلوجة ومسلسل جبل الأحمر. كيفاش أنا بالنسبة لي ممثل يطلب بإيقاف مسلسل ويعتبروا معناتها حاجه فارغه غلط فهمتني؟ نحن في حاجه في الدراما التونسيه معناتها تشوفوها كان في شهر رمضان ما فماش وانت طالب بايقافها علاش؟ بون انا نعتبر روحي غلط اللي هو زميله من العائله الفنيه وكذا معناتها كان تسرع مني ما نجمش معناتها مش هذاك موقفي نعتذر له فهمتني؟ اما يقول لي ما حتحكي ولدي بعد بيان سور اذا كان عمره 40 سنه ينجم يكون ولدي معناتها لكن نحن الاثنين شياب لحيته بيضة وانا شعري ابيض فهمني غضبته كان هذيك اي هو هذاك هو في الاربعين هو يحكي ولده معناه ولدك في التمثيل وفي انا الفنيه خليه سيتي انا حياتي كامله بالحق نحب الدراما التونسيه معناتها تنبت ما خليوهاش بالسانسور عاشت لي سانسور الكل هذه نحيها توا قبل كانت وحدها المؤسسه الاذاعه التلفزه الوطنيه هي اللي تنتج كي جات الثوره معناتها اتعملت قنوات وبداوا ينجو فهمني معناها انت نادم على التصريح اللي عملته على مهارة كنا نجموا نكونوا نحن من البلدان اللي عندنا طروحات في الدراما ونكونوا معناتها رانا عملنا شوط كبير معناتها في البلاد هذه ما خلاتش الدراما اللي هي تنجم تكون اندستري وتدخل هذا حكينا فيه من الاول من صناعه من الباب هذا وراه الاذواق غاية رضاء الناس غاية لا تدرك هو يخزر معناتها المسلسل جبل الاحمر او غيره انه مسلسل تافه ماهوش تافه في نهايه الامر طروحات الكل معناتها تنجم تحكي حكايه تظهر تافهه لكن ماهيش تافه الشيء معناتها الكاميرا صورت بالقدا معناتها اذا انت كنت وضحته معناتها في لقاءات اخرى لكن جديد ستاتيو هذايا شنو تجاوبوا معناتها تتصالحوا تعتذر منه خاطر انت توا تعرفت قلت لي انت تعسفت عليه شوي بعد انا معناتها كنت كذا ونعتذر لانه معناتها تعتذر من هذا انا فرد عائله بالنسبه لي عائلتي هي الموسيقيين الشعراء والادباء والكتاب والممثلين والمخرجين معناتها لكن كما نقولوا ساعه ساعه ردود الافعال انا قليل فين نتغشش اما على الدراما الحقيقه من فهمتني اون بليس خاطر ما ريتش عند المسار وناس تسب في لا موجود في عمل ماهوش مشارك فيه يسبوا باين مش تابعة مع عن حقد وبين انا هذه وجهه رايي ما نتصورش عاد انت محمد بس انت متحامل عمل لا لا والله لي والله لا لا بحب والله متحامل ما عرفوا ما عندك مشاكل مع انا كان عربي المازي ينقد المسلسل جبل الاحمر كيما نقدوا مهذب ارميلي باش نقول اللي هو زاد ثم راه طريقه في النقد شنو يوقف مسلسل ومسلسل ما عجبنيش وعمالكم الكل تلموها وانا الدراما شكونك نسكروهم تلابس كما قالت الطفله ما يجيش ثم نقد تقبلوا يكون نقد بناء باين تقبلوا وتحس انه ماهوش جاي فهما تصالحوا وانت ولي تحكي لا لا يتصالحوا وانت وهذا باش تتصالحوا سي محمد بين اللي هو شو قال اعتذر على الكلمه ايه جيب لهم عاد العلم يتصالح تتصالح مع ماذا برميلي انت ولا انا ما عنديش مشكله شخصيه مع الاشخاص اعتذر اعتذر حاب اعتذر منه اعتذر انت هو براس عبيد مع بعض او حلفته بالقال يس اعتذر براس عبيد لا والله وراس نور صحيح
يتصالح معاه واللي يحب الاخرين يقول لهم هذا المنتخب عربي. نبنيو دراما تونسيه معناتها باهيه معناتها انا قلت قداش بالمره نغطي يلزم العلاقه باهيه بين ممثلين. فتحي العكاري سمعت واش قال في مزايك؟ لا عليك باهي. قال محمد السياري محلاه محلاه كيف خذا مكانته في التلفزه ونتمنى له كل خير. مع هادي زعيم في مزايك. العكاري فتحي سيتان جرون كوميديان معناتها نعرفوا بعضنا من اللي نحن صغار من المسرح المدرسي. سيتان تري جرون كوميديان معناتها وصانع دراما تونسيه جيده وملتزمه وتلاقيها هي القدر ما خلاناش نتقابلوا مع بعضنا لا في مسرح ولا في السينما ولا في السينما ولا في الواحد. لكن ان شاء الله معناتها الايام الايام قالوا كيفاش جايين اكثر من جايت اكثر من رايحات. لا عارف ميسر شكون حاجه بركه حاجه بركه على فتح العكاري ما عرفش كيف حسين او سي جوست زاد حاجه بركه صار هجوم مش هجوم هجوم صغير معناها ما نحكيوش مع بعض صار هجوم صغير صغير على الاخر خاطر على سي فتحي العكاري مش على شخصه على كريم الغربي اللي عمل تصريح قال لا راهو معناها قال يزيو من تقديس الاشخاص اللي خاطر فتحي العكاري يقول لي معناها نقد العمل نتاعو وعجبني على الاخر شجاعه كبيره برشا خاطر كي تبدا ولد المسرح وتجي معناها نقولوا نحن الواحد من معناها كيما كان يحكي عن جروكم واحد من عرس فوالا وتعمل تصريح هكاك خرج اجيال فوالا خرج اجيال انا اسانده في هذيك خاطر زاد ياسر عندنا كبارات يحبوا يطيحوا تحيه ليه يعطي الصحه فتحي هكاك عندنا ليلى سندريلا سبق الخير كابتن ماجد في شنو تفرجت؟ في اللي انا ما تفرجش ما شفت حاجات الكابتن ماجد تفرج شويه معناتها الانتربريتاسيون تاع لي كوميديان الكل خارق العاده وانا كي نلقى كمال التواتي موجود في سلسله هزليه متاكد اللي هي ناجحه معناتها على خاطره نعرفوا من فرقه المغرب العربي من الاول في المسرح معناتها من الكاريتا المسرحيات نتاع فرقه المغرب العربي الجزيري مع فضل الجزيري مع توفيق الجبالي زاد مع توفيق الجبالي معناتها شيخ زين شيخ يعني هو باش الواحد يتبول فما واحد يقول لك الاخر الشيخ تعديل هذاك كيخ نتاع ضحك معناتها تالمو معناتها بث يعمل دي بيرسوناج معناتها سيرتو على المسرح وروحه خفيفه معناتها روحه خفيفه الشيء اللي يعمل فيه ومعاه مجموعه معناتها كريم الغربي كلهم معناتها اي اي لطفي زاد لا ونحكيو على الكابتن ماجد مع كوثر نحكي على الكابتن ماجد اي اي بيان سور هما تحكيو على سابق انا تفرجوا في الاعمال تفرجت في ساندريلا شوي شوي الكابتن ماجد عجبني افضل من ساندريلا شنو اللي ما عجبكش في ليلى ساندريلا؟ مش ما عجبنيش معناتها عجبني انت قارنت اي معناتها عجبني الاخر خير بخاطر توك خير من انا ناحيه معناها اداء الممثلين كاستينج نحكيو على لا نحبذ الكوميديا على الصوره لا كي نشوف كمال كمال معناتها كمال والمجموعه نتاعو نحبذ النوعيه هذيك ساندريلا ربما كان ينجم ياخذ اكثر وقت واخذ ما نعرفش شنو نقصوا خدمه نقص على مستوى السيناريو مثلا ما جيتش عليا معناتها فك المعاشي في الربا فيك وقالت عليها واحده بالنواره انا سو تريك لا يمكن بالنسبه للي جون معناتها الاطفال نهج تريبيونال والدريبه عندك جديد في السياق هذا قاعد تسجل في بعد توا قاعد نعدي في حكايه